الكرام في كل مكان متابعينا عبر شاشه البلد اينما كنتم حياكم الله اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد على الهواء مباشره في برنامجكم ضربه حره ودائما ابدا مجموعه من الاحداث الرياضيه الحاضره معنا مجموعه من المحطات والملفات التي يهتم بها الشارع الرياضي في السودان اهلا بكم مشاهدينا الكرام ضربه البدايه اليوم من خلال هذا المشوار حديث مهم وحديث أكثر من مهم عن الجانب الفني بالنسبة لأندية القمة المريخ الهلال الهلال المريخ وهي تؤدي في مجموعة من البطولات المحلية والخارجية التزامات كبيرة على مستوى النادي على مستوى المنتخبات بالنسبة للاعبين الموجودين محليا وبالنسبة أيضا للمدربين المطلوب منهم دائما وأبدا الاجتهاد المثابر التفكير خارج الصندوق الخروج بنتائج إيجابية بغض النظر عن كل الصعوبات والتحديات والعقبات التي تواجههم من خلال بطولاتهم المحلية على مستوى كاس السودان على مستوى بطوله الدوري الممتاز على مستوى المشاركات الخارجيه افريقيا في بطوله دوري الابطال على مستوى ايضا خروج اللاعبين للمشاركه مع المنتخبات المختلفه من اجل تمثيل ورفع علم السودان خارجيا اذا مشاهدينا الكرام مجموعه من علامات الاستفهام التي رسمت خلال الفتره الاخيره على المستويات المتذبذبه في حين الحديث الان عن موسم جديد يكون فيه بطوله السوبر الافريقي وحتى الان الرؤيه ضبابيه حول المشاركه الفعليه لانديه القمه الهلال المريخ، المريخ والهلال في هذه البطولة التي تضم أفضل الأندية على الصعيد الأفريقي. هي أمنيات التوفيق بكل تأكيد بالنسبة للفرق السودانية عموما ولأندية القمة التي ستشارك بشكل قوي في بطولة دوري على الأبطال في مرحلة المجموعات وأن تظهر بشكل يليق بالقمة وبالتالي المهم في هذا الجانب أن نتحسس الفنيات، أن نتحسس إمكانيات اللاعبين وإمكانيات المدربين والرؤية والبصمة الفنية التي من خلالها سيظهر إن شاء الله الأداء القوي. و والتمثيل الصحيح بالنسبة لأنديتنا خارجيا وأيضا على مستوى المنافسة الداخلية في البطولة الأهم بطولة الدوري الممتاز أسعد جدا نتحدث في هذه المحاور عن الغرائدي مدرب نادي المريخ وعن بصمته الفنية وعن فلوران المدرب الكبير في نادي الهلال. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مباشره الى ضيفي الفخيم معي داخل الاستوديو كوتش محسن سيد المدرب الوطني معروف مرحب بك كوتش محسن سعداء جدا انك تكون معنا وتلبي النداء اليوم من خلال ضربه حره. مرحبا بك حذيفه مرحب نعم بك ومرحب بفريقك العامل ومرحب بمشاهدينا الكرام. أتذكر اخر مره تلاقينا وين المشكله؟ في في لي برضو انت كنت محاضر وكنت بتكلم ايوه ايوه بالله أي 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 من نوع ثاني بنتكلم فيه عن البصمه الفنيه وانت طبعا بصمتك الفنيه معروفه لكن ابتداء محسن قبل ما ندخل عن القمه ونتكلم عن القمه رايك شنو بشكل عام عن انطلاقه بطوله الدوري الممتاز والله انطلاقه غبيه طبعا وانطلاقة مثيره ممتعه ومتعتها واثارتها في انه هي رجعت لقواعدها نعم سالمه آه بيجت الهومانوي ودي الحاجة دي الحاجه دي المتعه ودي دي متعه الكوره الجمهور من طبعا الظروف الاقتصاديه يا محسن الناس دائما بتشتكي من المساله دي يعني هي هي في النهايه ما انت آه التجميع ما ما اظن من ناحيه من ناحيه الفنيه من ناحيه الجماهيريه فشل قصه انه انت لك فرق في يعني في الخرطوم مثلا ما ما جدوى فنيه لانه المستوى الفني تراجع في الفتره الاخيره وما زاد جدوى جماهيرية يعني ما الكورة في الجماهير انك انت الجماهير بتخش الملعب في قروش تشجيع ايوه عندك في دخل. عندك دخلة فدي دي متعة الكورة انا افتكر انه لما الاتحاد قرر انه تجميع لانه الظروف كانت محيطة الوقت ذاك الكورونا والظروف الاقتصادية والمشاكل الكثيرة الموجودة في البلد لما عملت تجميع فشلت فنيا وكان ضعيفة جدا فنيا في الفترة اللي فاتت السنتين اللي دي وحتى برضو عملوا المجموعات وعملوا كل الأفكار الغير اللي أنا هوم ويدي دي هي فشلت يعني أنا أفتكر أنه بترجع الحياة للولايات أنت شفت الحياة رجعت شفت الدخل يعني لو شفت الفاشير شفت البورسودان شفت عطبرة شفت كوستي الحياة ذات عادت للمدن تاني بتنعشون اقتصاديا أما الدوري الممتاز ما كوره بس 45 دقيقه 90 دقيقه لا الكوره يعني انت الحاجات المحيطه بالدوري الممتاز حاجات كثيره جدا نعم أه حركه اجتماعيه أه حركه اجتماعيه طيب رهيبة. بالنسبه للجانب الفني ارتفع م. الجانب الفني الاداء كان جميل طبعا طبعا م. ارتفع ارتفاع يعني البدايه كانت قويه احسن من الثلاث سنين الوراء على الرغم انه الحديث انه بدا متاخر والاستعدادات ما كان بشكل كويس والمعسكرات برضه كان فيها مشاكل وهي طبعا الظروف المحيطه ظروف اقتصاديه ظروف نعم. <زروح> الدوله ضغطه نعم. ظروف اقتصاديه الضغط في البلد لكن عموما البدايه اقوى من الثلاث سنين الواحده برغم انه الثلاث سنين ورا كانت ظروف شويه كويسه لكن انا انا افتكر إنه الجدول الفني او البدايه الفنيه احسن لنا احسن احسن الفتره دي انا تابعت اغلب المباريات يعني تابعت الموجوده في الخرطوم حتى الموجوده برا في الولايات كنت بتابعها في في القنوات انا انا افتكر انه البدايه قويه بدايه آه، مثيرة الحداثة وحي العرب مصدر طيب كوتش محسن على مستوى السيدة الافريقي نجاح بالنسبة لأندية آه القمة الهلال والمريخ المريخ والهلال بالوصول لدوري المجموعات وخروج على مستوى بطولة الكونفدرالية للفرق آه الأخرى نتكلم عن الأهلي ونتكلم عن هلال الساحل أنا 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 ما عارف أنا 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 أسئلة مدير فني م. وماسك فريق, فريق في بس على الإدارة أنت 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 طموحك شنو عشان أنت يعني من الاول انت طموحك شو؟ طموحك تمثل كويس انا لو من داير امثل او مثلت أه طموحي في التمثيل شنو؟ داير امشي لقدام ولا ولا حاجه ماديه ولا شو ولا شنو؟ انا ما اعرف الاهلي الاهلي والهلال الاثنين أه يعني انا ما ممكن امشي اسلم نفسي لعدوي نعم الاهلي يمشي يلعب في ليبيا كرتين انا ما فاهم الكلام ده هلال هل... هلال بورسودان يمشي يلعب كورتين ليش انت؟ انت اساسا مشارك ليش؟ شارك ليه؟ يعني؟ ما تخلي في فروق نعم. في فروق دار تشارك وعندها امكانيات انت ما عندك امكانيات ما تشارك ما يشارك كيف دي فرصه يمكن ما تجي ثاني وبعدين كيف. حتى امكانياتك انت انت كل ما تمشي لقدام معدات رامي كل ما تمشي لقدام نعم كل البونص بتاعك بيزيد طيب ممكن كان يكون في دعومات وناس اتخزلت في المساله دي انت امشي للحكومه امشي أزعل ما يتعرف في النهايه نعم صحيح انت ما جاي عشان يدوك القروش حصاله يعني نعم يخطوا فيها القروش انت انت ما تجتهد زي ما الاجهزه الفنيه بتجتهد زي ما اللعيبه بتجتهد انت ما تجتهد. طيب على صعيد المستوى الفني طبعا كنا محرومين مشاهده المباريات لكن تفتكر انه ما كان في الاعداد حتى بالشكل المناسب على الرغم من تاهل الهلال الساحل يمكن يكون من المجموعه يعني او من الدور الاول والله كان ممكن يمشي يعني احنا لو هنا الكوره في الخرطوم يعني انت لو حصلت الكرة الاولى انتهت 2-0 كان ممكن تتعوض بالرغم انه هي هنا الاثنين تلعبوا هناك الكره الاولى كان بتاعت السودان يعني انا ممكن احنا كنا ممكن نلعب الكرة نح نحرز على الاقل احرز نتيجة ايجابية بعدك خلي الامور ليلة. الكرة مدورة ما معرفة بيحصل شنو يعني طيب ندخل ل صلب الموضوع والحديث عن التقييم الفني في الميزان كل محسن سيد الهلال والمريخ المريخ والهلال المدربين الاثنين اجانب تكلم عن فلوران تكلم عن القرايتي خلينا نبدا مع فلوران يعني مشواره الفني مع الهلال من واقع متابعتك مع يعني كمدرب وطني هل هو الاسم المناسب والمدرسه المناسبه بالنسبه للهلال في هذا التوقيت؟ والله فلورانس ناس حقق نجاحات وخلق استقرار فني كبير جدا في الهلال وبعدين هو ذاته عنده رصيد كويس يعني صحيح. رصيد عنده خبرات كويسه جدا في البطولات محسن كان في تردد يعني. كان في تردد بالنسبه لفروران في قبول المهمه في بدايه المشوار مع الهلال اللي احنا تابعنا كان في تاجيل كل مره بالنسبه للمؤتمر الصحفي ولتقديمه لوسائل ولا الاعلام المختلفه. دي طبعا بتكون في المطبخ يعني حاجه في المطبخ بتكون نعم. تحت في اتفاق ما يعني ما بيكونوا وصلوا لاتفاقيه كويسه لكن آه آه انا مشيت المغرب يعني احنا كنا الوقت ده احنا كنا في المغرب. ف اسمه كبير في في يعني حقق نجاحات كبيره جدا في في المغرب يعني. ممكن يكون اسم كبير يا محسن لكن برضه ما يتناسب مع امكانياتي وامكانيات اللاعبين مع مدرستي مع فهمي مع حاجاتي مع ظروف البلد الموجوده برضه انت انت كمدير فني بتكيف ظروفك انت كم... يعني انا لو جيت مسكت مثلا اي فريق في درجه ثالثه انا بكيف نفسي على الفريق نعم يعني مثلا وبعد ذاك بعيش واقعي ده انت محسن ولا كل أي... المدربين؟ لا لا كل المدربين ما انا بتكلم عن يعني طيب. أنا, انا يعني بتكلم <applause> <applause> المدربين طيب يعني المدرب وأنت عندك اسم والهلال عنده اسم كبير في أفريقيا حتى أكبر من الأندية المغاربية المغاربي يعني. اسم كبير جدا في, في أفريقيا فأنت ذاك أنت بتشوف بتجي تقعد وده اللي حصل يعني هو جاي شاف اللعيبه وبعد غيم حتى بعدك وقع على العقد يعني هو طيب بعد ما انا لما اجيب مدرب كبير زي ده زي فلوران مم. هل سقوفات التوقعات والطموحات بالنسبه للأهلي بشكل عام بيرتفع بشكل كبير وده ممكن يشكل مم. ضغط يعني على اللاعبين يعني ما هو السنه نعم ما هو السنه انا انا مع الاستقرار الفني يعني انا ادي المدرب راحته مدربين كتار ما من اول السنه يعني من اول السنه ما حقك نجاحات كبيره يعني انت امسك خلي الاستقرار الفني اول حاجه خلي المدرب يفهم طبيعه السودان السودان بيختلف عن عن الكونغو بيختلف عن المغرب بيختلف عن الدول عن الكاميرون بيختلف انت شوف اول حاجه خليه يتاقلم على الظروف بتاعتك الظروف الاقتصاديه الظروف الاجتماعيه ظروف كده لانه الافارقه اول ما يجوا بيتضجروا من السودان طبعا في افريقيا فاتحه يعني عكس السودان مجتمع وتقاليد وعادات وكده 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 صعب شويه انه الافريقي يتأغلم طوالي على المجتمع بتاعنا. ادي هو السنه انا انا شخصيا متفائل به. فالبيوت جدا يعني اسباب التفاول ده شنو؟ والله لانه مدرب كبير والهلال عنده امكانيات كويسه طيب ما شايف انه في تغيير كبير على مستوى المنظومه الفنيه بالنسبه لانديه القيمه بشكل عام يعني في الفتره الاخيره الموضوع ده ما عنده اثر على مستوى اللاعبين على مستوى المنظومه ككل طبعا انا ما قلت لك ثبات التشكيله الفنيه نعم. ده اهم حاجه انت عشان انت عشان درت نجاحات لازم يكون عندك استقرار فني لازم يكون عندك استقرار نعم. ما حصل لكن يا محسن ولازم يكون عندك استقرار ذاته في وسط اللعيبه نعم يعني ما كل سنه 10 و15 لاعب ودي تسجيلات يعني هذا يحصل يعني تسجيلات كل مره يت... بالكم يعني ما بالكيف ما... يعني كلام فارق سهل بيحصل ده ده سوق ومزايدات وما ما عنده جدوى فنيه سماسره يعني. يعني. يعني انت انت زمان كنت بتحقق نتائج لانه كان في استقرار زمن الست سنين والخمس سنين والاربع سنين والثلاث يعني العقود الطويله طويله كان بيكون في استقرار وكان بيكون في نتائج لانه لاعب خلاص عارف انه هو طيب حيلعب له اربع خمس سنين في نادي وحيدي حيبذل مجهود كبير جدا عشان ينجح عشان يخش تشكيل الفريق او عشان كده عنده عنده حاجات كثيره جدا اللاعب او اهم حاجه عنده الاستقرار لكن انا عندي سنه وانا انا عارف نفسي حيشطبوا السنه الجايه حيجيبوا ضاني 15 ما حد ما حد بالمستوى ده نعم انا ما كان ح... ما حيكون عندي استعراض طيب برضه محسن في ناس ب... يعني كثير من وسائل الاعلام المختلفه والاقلام الصحفيه مم. اللي بتكتب كان بتقول انه لو هو فشل على الصعيد الافريقي يمكن ما في داعي له محليا يعني اذا كان خرج امام سان جورج او اذا كان خرج <applause> الكلام ده الى اي مدى ممكن يكون صحيح, صح. ما صحيح من ناحيه فنيه نعم ما هو انا يا انا يا دوب بتلمس يعني الزول بلدو كبير يعني طوال يعني بالده عمره عشرين سنه ولا 30 ما يا تو انت بتتلمس انا الهلال انا ما انا ما قلت لك ده مجتمع غريب يعني انت آه هو جاي من مجتمعات مفتوحه وجاي من مجتمع بيختلف عن عاداتك وتقاليدك داير له فتره عشان يقعد عشان يعرف نفسيات اللاعب السوداني اغلبية عشان يشوف بعد ذاك المحترفين يقدروا يتجانسوا داير له فتره طويله داير له موسم عشان يقدر يقرا الموسم الثاني ممكن يحقق نجاحات او الموسم الثالث لا يعني احنا عشان كده مع الاستقرار الفني يعني احنا ندي اللون تايم نادي المدرب رغم ممكن. العقبات رغم النتائج حتى اذا كانت ما الهلال متوفر لا. الهلال هي حي ما هو الهلال ممكن يعني, ما تشب... يعني هل حيكون كيان الهلال ده قبلان بفلوران حتى اذا كان إيقبال. المساله هي ما هي دي كوره اقبل ما داير اقبل ما, حي... ما حتحقق نتيجه انت انت تقبل زي ما يعني احنا بنقول مشروع العلاج مش كده طيب المشروع ده ما فيهم يوم وليله <applause> يعني. انت دار لو تحفر لك بير ما بتحفرها في يوم طيب او لو دارت عم بلك انت داير لك زمن يعني أنت بتكلم عن مشروع مشروع ده أربعة خمسة عشر سنين ده المشروع ما مشروع في يوم وليلة المشروع ده عشر إحنا مع الكلام ده نحن مع شنو مع الاستراتيجية مع مع ما مع التكتيك اللي هي الفترة الطويلة يعني أنا بعد ثلاث سنين ممكن هو ذاته يكون كالدبل لو له قال لهم انا بحقق لكم ومش تحقيق يعني على الاقل يكون في طموح لانه احنا نصل على الاقل نصف النهائي او اسئل هلال لا, لا. لا ما في طيب يوم على, يوم على, يوم على يوم. مستوى ما فاني. هو اسئل الاهلي ده الاهلي ده له 80 سنه مستقر الاهلي المصري انت ممكن في الترجي الوداد المغربي دي دي فرق مستغره انت ممكن في يوم وليله تيجي تخش في نص ما تقدر الا انت ذاتك تبقى زيهم تعمل مشروع تصبر سنه سنتين حقق نتيجه، انا متاكد انه انا حقق نتيجه، الهلال بتاع 92 كان من 87 او 88، الهلال بتاع 87 كان من 82 اللي وصل النهائي، ما طوال وصلوا النهائي، من 82 حتى وصلوا 87، بتاع 92 اللي وصل النهائي هنا من 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 89 من حتى 92 وصل النهائي في صبر زي ده يا محسن الان؟ نصبر، إن هو انت ما شوف الكره دي دار نفس طويل يعني احنا ما الكلام سميح يا محسن أنا ما بتكلم عن انه أه؟ مثاليه وكذا نتكلم عن الواقع الموجود يعني مجلس الاداره الحالي مم. ممكن هو يبني ويعمل لبن عشان ما غير يجي يحصد المساله دي اذا كان انا يعني كدا. شايف انه في مسانده كبيره جدا للمجلس الحالي نعم أه وشايف وقفه جماهيريه كبيره معه وده بده البوش يعني ده بده الوقفه دي بتديك انت عشان تحقق مش... عشان تحقق لك حاجه مم. ما انت في النهايه داير لك كاس ودار تحقق ودار ت... انه فريقك ده يكون في الطوب وكذا وكده طيب لكن ما في ما زي ما قلت لك ما فيهم طيب الوقت. في الفتره الحاليه الفتره أه. الاولى هل المدرب دائما محسن بيكون مطالب بانه يحقق نتائج ايجابيه بعيدا عن المستوى؟ احنا فنيين ولا نعم. ولا كلام الجرايد ولا كلام طبعًا. بتاع الشارع؟ نعم فنيا فنيا انت ما مطلوب منك تحقق نتائج، انت مطلوب تخلق استقرار ده الاول ده الاستقرار انك تخلق استقرار الفريق ده يكون في الحته اللي هو قاعد فيها بعد ذاك انت تحقق نتائج، يعني اول حاجه ثبته في المحله اللي هو فيها بعدك انت تحقق نتائج يعني بعد سنه سنتين تحقق نتائج ده الكلام الواقع وده كلام المنطق لكن الكلام الثاني ده آه اي ممكن اقول لك اللي لا بياخد السنه دي بياخد الكاس لا. وهو زي هو يعني صحيح كلام منطقي يعني. وما دايما المدرب هو اللي بيتحمل كل يعني الخلطات والمشاكل لا لا منظومه لا لا. <applause> منظومه يعني الليله الـ الـ المدرب جزء من المنظومه اللي هي المنظومه دي فيها الجماهير المساندة وفيها المجلس الاداري اللي هو بيحقق الحاجات الاساسيه وفيها حتى الاعلام في المنظومه دي انك تساند تقنع الناس وتخلي الناس يجيفوا معك عشان ما تقوم آه الاعلام دور مهم جدا طبعا عشان ما يقوم الاعلام يحكي حاجه ما واقعيه تقوم بتنعكس على كل المنظومه تتهدى عشان تاني تبني طبعا البنى ده داير فتره الهد في يوم واحد ممكن تتهد بكلمه واحده مكتوبه يمكن خلاص الموضوع كله طيب. يروح فيه محسن سيد من واقع متابعتك لفريق الهلال ونحن لسه ماسكين في ملف فلوران بتحس فعلا انه في بصمه فنيه الان ظهرت بالنسبه للهلال خصوصا على المستوى الافريقي اداء الفريق يمكن في كان عدد كبير جدا من المحللين والمتابعين برغم النتائج والوصول الى دور المجموعات بيشوفوا انه في مشاكل كثيره جدا في نادي الهلال خصوصا على المستوى وسط الميدان لا لا انا ماشي انا عكس الناس اوريك الدليل الهلال ده بيجي يلعب بكم تشكيلة أنت لاحظت؟ نعم بيلعب بثلاثة ثلاثة أربع تشكيلات مختلفة الف... الفريق زي ما هو نفس البصمة الفنية نفس الشكل معناته شنو؟ معناته إنه في شغل شغالين فيه الناس دي وأنا متابع يعني أنا قريب منها يعني بيشياء على دين متابع يعني أنا عارف الحاصل شنو أنا أفتكر إنه في شغل كبير جدا بيتم الليمات دي في, ال... في الهلال و... و... وفي مجموعة شوف اللاعب المدرب من من يعتمد على 11 تعرفوا ده خلاص ده مدرب يعني <applause> لكن اول ما يكون في بدايل اول ما المجموعه كلها تشتغل شغل موحد بيكون في شغل بتحس انه في شغل فني بالمقابل في ناس بتقول هو ما لاقي التشكيله ما لا ما لا 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 لسه لا ما لا تحسس امكانيات اللاعبين لا يا محسن يعني عنده راي في في كل لا. زول يعني والدليل انه احيانا يعتمد على الاجانب فتره طويله أوه. على المستوى الافريقي واحيانا يعتمد على اللاعبين المحليين لما تحصل زنقه لا لا انت انت بتدور انت بتدور اللعيبه انت بتشوف انت ما... ما... انا قلت لك هسه في بونا نحن انت هسه عندك سنه كامله بتبني فيها الفريق ما بتحقق نتائج هسه هو كدابل بيقول لك هسه بحقق نتائج لا انت بتبني في الفريق بتبني في الفريق محتاج للمداوره بتشوف تشوف الحاصل شنو تشوف ده عبد الرؤوف بينسجم مع جاجون عبد الرؤوف بينسجم مع ولا الدين ولا الدين بيشتغل مع محمد عاد كده يعني انت بتشوف الناس اللي بيشتغلوا مع مع بعض منه فدي انا افتكر انه ديل المدرب لسه افكاره في وبيبني فيها وماشي كويس ماشي كويس خالص يعني في بصمه فنيه تظهر في تصار. بصمه فنيه في نعم. بصمه فنيه في انسجام بقى... في تركيز في في جديد نعم. وفي شغل في عمل فني جديد وفي شغل نعم. فني وفي شغل فني. نعم. وفي شغل فني كويس جدا يعني وفي ربط كويس جدا وفي لو لاحظت كوره تل... لما لعبنا هنا مع شباب شباب التنزان في في, في... في بلزون نعم. لعب بعناصر عمل ده... مفاجاه لا ما في مفاجاه كان الناس ده... يتكلم ده... عنه يا سيدي وحمد عبد الرحمن معلوم ما دخلوه كده دي الكوره دي الكوره انت انت بتشتغل مع ناس الشوط الاول بتشتغل بين شغلهم دفاعي اكتر بتقفل في نتيجه سلبيه بتدخل عناصرك الاساسيه اللي هم ياسر ومحمد عبد الرحمن غيروا قدروا النتيجه قدروا انه يجيبوا التعادل لو ما كان من الاول ممكن كان تكون نتيجه غير يعني كان تكون نتيجه غير لكن انا افتكر انه دخلهم في الوقت المناسب هنا بدا بيهم قدر يشتغل شغل كويس قدر يحقق النتيجه دول مطلوب مطلوب النتيجه مطلوب ال انت انت اول حاجه مطلوب منك النتيجه الثلاثه نمر بعدها ذاك انت تطلب تطلب العرض اللي قدام بتطلب العرض طيب. لكن اول حاجه الثلاثه نمر حقق حقق انه يخش في المربع الذهبي بعد فتره طويله يعني طيب اللاعبين الاجانب في الهلال ممكن يكونوا يسجلوا بنسبه كم بالنسبه لمحسن سيد؟ والله في انسجام يعني ممكن تقول 60% 60% مساله الانسجام يعني. في حد ذاتها يا محسن مسؤوليه منه الجهاز الفني مع الجهاز الاداري الجهاز الفني لوحده لا كل انت انا ما قلت لك المنظومة نعم الفني الجهاز الفني برا الجهاز بالنسبه للاعبين المحترفين الجهاز الفني هو الفكرة الاساسي الأساسية يعني يعني ممكن 90% الجهاز الفني لكن برضه في الجهاز الاداري المحيط بال انت ما عندك ما 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 برا ال 90 دقيقه بتاعت بتاعت التمرين او بتاعت الكوره ما برا هي بتكفي انت ما برا عندك طيب برا ما ينطبق على عندك الم... يوم كامل ما ينطبق جنة. على المدربين يا محسن م. ينطبق ايضا على اللاعبين الاجانب دائما بيكون في كلام عن انه مساله استخدام لاعبين اجانب باسعار الكبيره بيكونوا مطالبين اكثر من المدرب احيانا في انهم ينسجموا بسرعه ويقدموا اداء المطلوب منهم يقول لك عشان يحلل قروشهم دي احنا جايبينهم بقروش كثيره يا محسن ما هو للاسف الشديد اغلب العناصر اللي دي ما... ما كانت ناجحه وجدوى وطبعا انت عارف الخريمة اللي فيها يعني فيه فيه... في كل موسم كذا بالطريقه لانه لانه ما لأنه إنت ما عندك اسي الهلال عمل الهلال الاسي بقى بالشهوه المزول التعاقدات على ما اعتقد يعني اللاعبين اللي جايين بالوصل ما كان بنظره فنيه الفتره الـ لا الفتره دي م. الفتره دي كان بنظره فنيه بنظره فنيه اي الفتره دي كان بنظره فنيه وعشان كده شكلوا نجاح عكس المريخ في الكلام الكثير حوالينا الاجانب اللي انه جاء جاء اطلعوا اجانب ناجحين وجابوا اجانب فاشلين دي, دي, دي الاشكاليه الاستقرار الا 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 الفني في الهلال هو خلق استقرار في التسجيلات يعني جابوا مجموعه كويسه جدا اه اه انا اتمنى انه يخلوا المجموعه دي اه ما يخشوا في السوق بتاع طيب سوق الله اكبر طيب باختصار يا محسن المطلوب شنو من فلوران حاليا تركيز اكثر على بطوله الدوري الممتاز على الابطال المطلوب منه شنو من وجهه النظر من وجهه النظر؟ نعم مطلوب انه يخلق استقرار للهلال انه الهلال يمشي كويس يعني في المجموعه لكن ما مطلوب منه اصلا بطوله دفره يعني ما مطلوب منه بطوله البطوله دار مشروع المشروع ماشي كويس اسي طيب اسي ماشيين كويس يعني الهلال ماشي كويس جدا مستغير فنيا ما في كلام في في الاجهزه الفنيه تدي الفلوران كم في المية حتى الان؟ لحد 100 في 100% يعني انت بترشح الهلال انه يتجاوز دور المجموعات طيب والله يا اخي الهلال ماشي حتى لو بالنوع. حتى لو حتى لو الهلال ما 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 بشكل احباط يعني انا ما بشكل احباط لا. انا بتمنى انه الهلال يمشي لقدام يعني ده اقصى طموح ممكن يصل المدرب في سنه لا, لا, لا يعني لا لا. ممكن, مع الهلال. ممكن يمشي ممكن يمشي لقدام ممكن يصل لكن شنو لا لكن لو ما وصل ما معنى احباط ممكن يوصل ممكن يوصل لحد النهائي ممكن يشيل الكاس ممكن يعني لكن لو, لو 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 حصل اي ديفكت في النص ما معناته احباط لا معناته ان احنا ماشيين كويس ماشيين صح يعني ممكن السنه الجايه نحن نصل ابعد من كده يعني هسه وصلنا مجموعات كويس في المجموعه ذاته مشينا كويس يعني قول مشينا دوري الثمانيه كويس بعد ذاك نصل او ل... ل... دور الاربعه بعد ذاك نصل للحته اللي احنا دايرينها وصلنا دوري الاربعه ما وصلنا نهايه ما معناته ان احنا نحبط وكذا وكده لا السنه الجايه نح نح نحاول نكرر ونصل نحن خلاص خشينا مع الفروع الكبيره بعد طيب نمشي باختصار للهلال من الهلال للمريخ الغرايري مدرب يمكن يكون تكلم عنه الاعلام بنسبه اكبر من فلوران بالنسبه لانه كان في جدل كثير في كثير من المباريات وحتى على مستوى وجوده الزول ده ماشي ولا قاعد يا محسن طيب باختصار كيف بتصف مسيره الغرايري مع المريخ الغرايري بيختلف عن الـ عن الغرايري ما مدرب كبير يعني الغرايري كان مساعد مدرب عكس فلوران يعني جابوه مدرب كبير وحقق نتائج وكذا يعني <applause> الغرايري ما عنده الـ ما عنده الكاريزما بتاعت بتاعت فلوران يعني من حتة حقق بطولات وكذا وكذا ما 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 طيب هو نفس النجاحات الان بالنسبه لنادي المريخ المطلوبه منه كمدرب جهاز انا انا قبل قلت لك انا مع استقرار الفني يعني انا انا مع انه يدوا الغرايري فرصه مجموعه من الخبراء محسن سيد ده آآ آآ عمل حقق بطوله افريقيه كدا عمل كده عمل كده عمل كده عمل كده ده بيصلح للمريخ ولا ما بيصلح؟ لا هو هناك راي فردي فردي مزاجه بيجيب المدرب ده خلاص بعد ده بيتحكم يعني طيب هل من نوع الاحترام انه الناس تتكلم الان في وسائل الاعلام المختلفه عن في مفاوضات سريه مع حسام البدري في حين انه القرائر الان موجوده هالمسألة دي ما بتاثر على مردود المدرب ما نعم كيف بتأثر وبيقرا وبيتابع الميديا ما في زول ما بتابع الميديا <applause> ما غصب عنك انت حتتابعها وحتخش لك في بيتكم وكده يعني وحتى لو ما تابعتها حيتابعوها اهلك <applause> وحيسالك اي زول في الشارع ايوه طيب فدي مشكله مشكله حقيقيه انا بق... انا زي جيبيل قلت لك شنو انا مع الاستقرار الفني مع الاستقرار الفني تدي المدرب حقه طيب المدرب مقنع يا سنة. محسن مدرب مغنع ما خلاص انت لك مدرب مغنع من الاول انت من الاول جيب لك مدرب مغنع مشاكل اداريه ودنيو. يعني مجلس بيمشي لجنه بتجي لجنه ثانيه يلا ده الفرق بين هلال الـ 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 الهلال والمريخ خلينا الهلال مستقر فني مستغير فني مستغر من ناحيه مجلس اداره مستقر اداريا المريخ فنيا ما مستقر وداريا ودا 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 ذاته ما مستقر ودي مشكله طبعا طيب على الرغم المشكلة. من الكلام اللي انت بتقوله الان المريخ في دوري المجموعات في الابطال مع كويس. الهلال ماشي. على المستوى الدوري هاي في بعض الكبوات لكن يعني عايز تقييمك يعني بالنسبه للغرائر شنو مميزات وبرضه مشاكل المريخ الفنيه انا انا مع مع الاستقرار الفني انه خلاص انت جبت الغرائر خلاص بعدها ادي حقه ما تقوم ما عشان تجيب لك زولت عشان يعمل شنو ما يقدر عشان يفهم عشان يفهم المريخ ثاني حيطير المريخ وحيمشي وحيرجع لا, لا. انا احنا مع الاستقرار احنا مع ومعه الغراير معه فاروق جبري يعني ده كفايه يعني فاروق خبراته كبيره جدا ممكن تمشي ممكن يمشي يعني فاروق عنده حتى عنده كاريزما فاروق عنده ذو شاطر جدا من اشطر المدربين السودانيين الموجودين حاليا في الساحه يعني فاروق فانا انا افتكر انه فاروق ممكن مع يمشي الغراير ويفرض عليه في في, في هويه فنيه بالنسبه للمريخ شنو المميزات؟ شنو الحاجات اللي أضاف الغراير الان على مستوى الفريق؟ يعني؟ والله لحد هسه المريخ ما عنده شكل واضح لحد هسي للاسف الشديد انه ما عنده شكل واضح يعني لحد يعني آه مع اهل شندي انا حضرت له ومع اهل طرابلس حضرت له مع الرابطه حضرت له يعني انت كل مره بتحس انه في حاجه آه مفقوده في حلقه مفقوده في في, في في المريخ حلقة المفقوده يعني. دي انك انت تغلب الاهلي هنا اثنين تمشي تتغلب هناك ثلاثه لا لا ما هو. قصه نتيجه طيب ممكن تتغلب انت ممكن مم. تتغلب ويكون شكلك كويس يعني, يا نتية يعني. هاي هي ما قصه نتيجه مأكورة ايوه كوره يعني طيب. انت ممكن تعدي وتدي وفي النهاية ربنا ما كاتب لك انك تجيب قون يعني وانه ممكن اي كاونتر اتاك يجي جون جول طيب انت الخسارة الخسارة يعني امام شكلك لقدام بيكون كويس الخسارة يعني امام الرابطة برضه كانت يعني مسألة عادية من وجهة نظرك؟ ما هي دوري ممتاز نعم ما نعم هو دوري ممتاز لا من الناحية الفنية أنا أنا يعني انا انا مدرب فريق انا ما جاي عشان اخسر هل يستاهل المريخ الخسارة؟ زي الهلال حيخسر والمريخ حيخسر ثاني لسه كده انا ما قلت لك جبال حلاوة الدوري انه جات اللي هو هنا ما كانت في حته تجمعيه تجمعيه دي بتفرض تغلب سبعه وتغلب ثمانيه لكن هناك لانه عندي جمهور وعندي عامله الارض عندي حاجات كثيره جدا بتجيف معي قصه تخسر ده احنا في قمتنا احنا 2014 انا كنت في المريخ خسرنا في المريخ الفاشل هنا في استاد المريخ خسرنا تعادلنا مع هلاكادو ما مشكله دي كوره دي ما كوره كره قدم يعني وما دليل انه المريخ اتغلب من الرابطه معناته القرار كعب ولا كده لا دي كوره اعظم المدربين تولوا تدريب المريخ نعم اكبر فريق بايرن ميونخ ده بيتغلب من فرق صغيره كبير تكلمت اتكلمت عن مساله الاجانب في المريخ هم فعلا ما بالجوده دي ولا هو فعلا ما قادر يستثمر امكانياتهم لا ما بالجوده ما بالجوده اللي بيقولوا عليها نعم. يعني في نفر نفرين يعني او لاعبين يعني لكن تم طم... طماجرتك يعني ما, ما ما عنده يعني انا اول مره اشوف لي. انت بتجيب اجنبي بدولار عشان يقعد لشبلي لي ولا يقعد لي للاعب يعني هسه جزيلهم قاعدين كلهم برا عمره كله تم الاستغناء برضو عن مروان بمبلغ كبير مروان كله السيدي كلهم ما, ما, ما. <applause> يعني انا ما فاهم غايته يعني انت بتجيب لك لاعب احتياطي عشان تقعده برا ولاعب محترف في خانه محترفين كان ممكن تجيب لك آه من رواندا ولا من بروندي ولا من اي دوله هنا بابخس العثمان ولاعب كبير لاعب يعني صغير في العمر لكن حيكون مشروع لاعب كبير ممكن تستفيد منه انت قدامه تدخل لك قروش ما هو لا الانديه الافريقيه كلها تعمل كده تمشي تعمل تمشي بروندي تمشي رواندا تمشي الكاميرون تجيب لها لاعبين صغار بعد يومين ثلاثه تبيعه لاوروبا بملايين الدولارات طيب تقييمك يعني احنا ما نعمل كده تقييمك للغرائري محسن حتى الان فنيا والله لحد لانه ما في استقرار ما انا انا انت انت بتظلم كده الغرائر لانه المريخ هنا الهلال هنا ما الكلام الان انه الغرائر ما حيستمر يا حسين سيد مع المريخ يعني اذا تمت الاقاله والمساله ما مصلحه المريخ نتكلم عن نص الموسم يعني في 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 الابطال وبدينا وكده أنا, انا اوريك انا اوريك انا الهلال هنا مستقر من ناحيه فنيه مستقر من ناحيه اداريه العكس المريخ المريخ بيعيش في جو الطريق ما انت زي ممكن يكون سف... آه... ربان ماهر جدا لكن في بحر هاي بتاع ما... ما... ما انت ما بتقدر تظهر امكانياتك هنا حتى انت لو ك... كوتش كويس يعني. بالرغم من انا عندي راي في الغرائر يعني آه... راي في امكانيات وانا في رايي انه احسن يعني لكن اسي هو اسي في المريخ خلاص فلوس ستوب اسي هو في المريخ مدرب المريخ ادوا فرصته ادوا الجهاز الفني كامل فرصته تتوقع استمراره مع المريخ؟ والله يا اخي انا انا معلس انا ده انت مالك انا معلس لا انت مالك سكت انا, أنا ده وديت رايي انا اديت رايي طيب. انا ح اديت رايي متوقع الوامفين. انه يستمر يا محسن انا انا مع الاستمراريه انا مع الاستقرار الفني انا ده مع انه يدوا المدرب مهما كان يدوا المدرب فرصته كاملة ويهيئوا له الجو انت ممكن ما تحيلي ت تجي تظلمني يعني تمام انا شاكر ومقدر لك محسن وامنياتنا بالتوفيق اكيد لفرقنا السودانيه بشكل عام شاكرين ومقدرين الوقت اللي اديتنا له وانت عارفين انك على سفر يعني شكرا لك جزيلا أتمنى لك التوفيق كمان شاء الله شكرا, شكرا, شكرا جزيلا